لماذا يأتي بايدن وماذا سيقول وما الذي يمكن أن يقوله له القادة والزعماء العرب؟ أهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا دكتور محمد، اتفضل يا فندم. يعني أنا بسأل يا دكتور، إحنا قدام النهارده القمة الثلاثية بتاعت شرم الشيخ، غدا في لقاء أو فيه يعني زيارة هيكون موجود ولي العهد السعودي، الفترة الجاية أعتقد هتبقى في لقاءات كثيرة جدا ثنائية ثلاثية رباعية بين القادة والزعماء العرب، لأنه في قمة أمريكية عربية الجميع يتحسب ويترقب هذه القمة. يعني كيف ترى هذا المشهد أو هذا الموقف؟ هو طبعا بالتأكيد الرئيس الأمريكي يأتي إلى المنطقة في ظل طبعا تحديات ومخاطر جديدة تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية ومخاوف الولايات المتحدة من تحركات عربية ربما على مستوى جماعي وربما على مستوى كل دولة، من أن تكون هناك مجالات للتحرك وتصويب مسار العلاقات العربية الأمريكية، لأنه كما تعلم حضرتك يعني كانت هناك انحيازات أمريكية في مراحل معينة على حساب القضايا العربية. فجزء من الرسالة التي يريد أن يقولها الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يأتي إلى الإقليم في هذه القمة الغير مسبوقة بأنه هناك شراكة أمريكية عربية ممتدة مع الدول الرئيسة في الإقليم والدول المهمة في الإقليم، وأن هناك حرص أمريكي الآن على بناء هذه الشراكة ويعني محاولة دعم المواقف العربية الأمريكية في هذا الإطار، والتأكيد بطبيعة الحال على خصوصية العلاقات العربية الأمريكية بظل طبعا ما يجري الآن في المنظومة الإقليمية والدولية من تطورات، جزء منها أيضا التخوف من تحركات روسية الصينية تجاه الإقليم. وبالتالي هذه الرسالة الأولى التي يريد أن يؤكدها حجم الشراكة الأمريكية مع الدول العربية. طبعا في التفاصيل مرتبط طبعا بأوبت بلس وموضوع الغاز والنفط وغيرها، لكن هذه الأمور يعني يتم تسويتها. أنا أتحدث هنا دكتور محمد عن الأطر الحاكمة للسياسة الأمريكية التي تتحرك في إطارها. الجزء الآخر وهو المهم هو الحديث عن بناء شراكات جديدة هم يسمونها التحالفات الجديدة في منطقة الخليج العربي وفي منطقة الشرق الأوسط. سيعيد الأمريكان التذكير بفكرة الناتو العربي وفكرة تجمع ميسا الأمني والاستراتيجي الذي يشمل دول عربية ويشمل دول إقليمية في مواجهة التحديات الإقليمية اللي هي إيران تحديدا. وهذه الأفكار رفضتها بعض الدول وتحفظت عليها بعض الدول ولم تنفذ، وبالتالي الإدارة الأمريكية تتحدث عن شكل جديد للتحالف الأمني أو الاستراتيجي، وهي في الأصل فكرة إسرائيلية يطرحها الإسرائيليون منذ فترة طويلة، واعتقد الجانب الأمريكي سيعيد طرحها بصيغة مختلفة، لأنه طبعا فكرة الناتو العربي كان هناك تحفظات كبيرة ولم تنجح وفشلت، فبالتالي سيعاد طرحها بصورة أو بأخرى، لكن سيكون هناك طرحا أمريكيا لأمن الإقليم، طرح أمريكي ومقاربة أمريكية بطبيعة الحال في مواجهة التحديات والمخاطر الموجودة. هنا سيتم التحدث عن فكرة أمن البحر الأحمر، فكرة أمن الخليج العربي، فكرة الموانئ العربية، فكرة التحالفات الأمريكية الجديدة لمواجهة التهديدات. طبعا لابد أن نذكر الجميع أن الولايات المتحدة حينما عادت بناء وهيكلة القوى المركزية الأمريكية وضعت الدول العربية مع إسرائيل في مواجهة التحديات الأخرى، وبالتالي في مهام الآن في هذا الإطار، وبالتالي في حرص على ترتيبات أمنية واستراتيجية تشمل أمن الإقليم، بالإضافة طبعا للموضوعات الأخرى بقى المرتبطة بالترتيبات السياسية والاستراتيجية، لأنه طبعا كما تعلم حضرتك هيزور إسرائيل وسيتحدث عن أمن إسرائيل، لكن هناك طبعا التزام أمريكي بتعهدات مكتوبة إذا مضى الجانب الإسرائيلي في التعامل المنفرد مع الملف النووي الإيراني. الإسرائيليين طالبين أيضا تمويل في موضوع القبة الحديدية إضافي وموضوع منظومة الليزر الجديدة اللي هي الدفاعات الخاصة بيهم، طالبين يزودوا المساعدات أيضا من 39 مليار دولار إلى 56 مليار. ففي جملة من الملفات اللي هي بتطلبها إسرائيل من الرئيس جو بايدن، لكن في رام الله سيلتقي بالرئيس محمود عباس وهتبقى في رسالة أخرى بالتأكيد على فكرة حل الدولتين ووقف الاستيطان، لكن بطبيعة الحال الجانب الفلسطيني سيذكر هذا الرئيس أنه
لم يفتح مكتب نظام تحرير الفلسطينية في واشنطن، ولم يفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ولم يقدم منظومة المساعدات الاقتصادية للسلطة، وبالتالي الزيارة ستكون زيارة مهمة، زيارة يعني. طب لو سألت حضرتك عن الأمنية والاستراتيجية، يعني لو سألت حضرتك يا دكتور عن الأوراق اللي بيملكها كل طرف، يعني في النهاية هو يأتي على أرضية ليست مستقرة. أنا كنت بقول إنه في نوع من الاحتكاك الخشن أحيانا حصل بين الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن حصل أحيانا مثلا مع الإمارات على خلفية صفقة الطيارات، مع السعودية على خلفية ملف جمال خاشقجي مثلا، مع مصر حتى على خلفية ملف حقوق الإنسان وهكذا. يعني الأطراف اللي بيلتقي بيها بايدن كان في احتكاك خشن. كل طرف هنا ايه الأوراق اللي بيملك؟ يعني احنا كدول عربية ايه الأوراق اللي احنا بنملكها واحنا بنجري تفاوض او بنعمل يعني محادثات مع الرئيس الأمريكي، مع العلم انه يعني الكلمات المكتوبة تقريبا كتبت او اتفق عليها، والخلاصة او التوصيات من هذه الزيارة تقريبا اتفق عليها، لكن انا بتكلم على الأحاديث الجانبية، على اللقاءات الجانبية، الأحاديث خارج الكلمات المكتوبة وخارج المذكرات النهائية لهذه الزيارة. إيه الأوراق اللي احنا بنمتلكها وإيه الأوراق اللي الأمريكان بيمتلكوا؟ يعني خلينا أكون صريح وأمين مع حضرتك. هذه الإدارة الأمريكية في أضعف حالتها، ومع رئيس شعبيته طبعا يعني هبطت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، وده وفق لي بيوت الخبرة ومراكز الدراسات، إضافة إلى أنه يواجه استحقاق لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، وهناك مشاكل وتجاذبات في الكونغرس حول ما يقوم به هذا الرئيس. ومن المؤكد وفق لي دراسات وتقييمات أمريكية أن هذا الرئيس إن استكمل مدته فهيبقى شيء جيد، لكنه لن يتولى في ولاية أخرى، وبالتالي أنا أعتقد أن مجمل التقييمات اليوم العربية يجب أن تصب في هذا الاتجاه. نحن مع إدارة ضعيفة وإدارة ليس لديها مقومات للاستمرار مع رئيس بهذه الصفات، وبالتالي نحن نملك أوراق عديدة، ونستطيع أن نسمنها في هذا التوقيت، وتستطيع الدول العربية أن تقول لا للولايات المتحدة في جملة ملفات عديدة، يعني في سواء في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وطرح قضايا أعتقد يعاد طرحها عند الضرورة، سواء كان تجاه السعودية أو مصر، مع توظيف واستثمار هذه الأمور بالإضافة إلى طبعا الدول العربية الأخرى. وبالتالي الولايات المتحدة هي في حاجة إلى هذه الدول، يعني في الأردن هم يبنوا أكبر قاعدة عسكرية في هذا التوقيت، عملوا تحالف عسكري واستراتيجي ممتد برغم كل ما واجه من يعني تحفظات من قبل الداخل الأردني، سواء في منطقة الخليج أيضا. الحديث هنا عن العدو المباشر إيران، أذكر حضرتك أنه لم يدخل الدول العربية في أي مفاوضات خاصة بإيران، وهي الدول المعنية بالملف الإيراني، واستبعدوا العالم العربي من هذه المفاوضات. مع مصر نحن لسنا في حاجة إلى شهادة حسن السير وسلوك من الولايات المتحدة. الإدارة الأمريكية كما تعلم تتعامل مع الأقوياء، وأنا أعتقد أنه الدول العربية الآن لديها أوراق ضاغطة حقيقية، لدى مصر قوة كبيرة في التعامل وفي التوازن وفي الطرح المباشر، واعتقد انه الازمه الروسيه الاوكرانيه برغم كل سلبياتها وارتداداتها في يعني في الاقاليم المختلفه بما فيها الشرق الاوسط، كشفت بعمق عن طبيعه هذه العلاقه اللي بتحتاج الى تصويب. فنحن لسنا متلقيين حضرتك الدكتور محمد، يعني نحن الان في حاجه الى بلوره مواقف عربيه، وانا اعتقد اللي دار في القاهره اليوم ده مهم جدا، لان هناك تنسيق عربي على اعلى مستوى تقوده مصر طبعا مع البحرين ومع الاردن، وغدا مع سمو الشيخ الأمير محمد بن سلمان، فبالتالي في تنسيق مصري أردني بحريني سعودي، وطبعا مع العراق كمان فأعتقد في فرصة في هذا الإطار، أعتقد في فرصة ذهبية لتصويب مسار العلاقات مع الولايات المتحدة في هذا التوقيت. بشكرك جدا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية.